قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية ورئيس البرلمان المنحل إن الاتجاه العام الآن في البلاد هو رفض الانقلاب والعودة إلى الديمقراطية، مؤكدا أن الدولة كيان عاقل وستنحاز إلى الشعب. وأشار الغنوشي إلى أن المسار منذ 25 يوليو هو مسار نحو تجميع الرافضين له والمطالبين بعودة الديمقراطية، مشيرا إلى أن المدافعين عن الديمقراطية اليوم أكثر من الذين يدافعون عن الانقلاب. وأضاف أن تونس تعيش أزمة سياسية تتمثل في الانفراد بالسلطة والانقلاب على الدستور والتراجع عن الحريات العامة التي تمتعت بها البلاد لمدة 10 سنوات. وأشار الغنوشي إلى أن الإعلان عن تشكيل جبهة الخلاص الوطني لم يكن ثمرة صدفة أو عملا عابرا، بل ثمرة نقاشات وحوارات بضرورة تجميع القوى المعارضة للانقلاب على حد وصفه. وقال الغنوشي إن الثورة المضادة هي السند الأساسي لسعيد إلى جانب أجزاء من الدولة، لكن عندما يصل التباين إلى أقصاه بين مصلحة الشعب وبين الحاكم فالدولة تنتصر للشعب وللمصلحة العامة. وينضم إلينا عبر الإنترنت من تونس رياض الشعيبي المستشار السياسي لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. أهلا بك سيد رياض الشعيبي. إذن بخصوص الحديث عن الدولة ككيان وأن الدولة ستنحاز للشعب في نهاية المطاف، هذا ما يقصده هو السيد راشد الغنوشي، لكن ما المقصود من الدولة؟ أي كيان بالضبط؟ أي مؤسسات يراها رئيس حركة النهضة أنها سينتهي بها المطاف بالانحياز إلى الشعب على حد وصفه؟ مساء الخير. طبعا المقصود بالدولة هي المؤسسات التي تدير شؤون البلاد في أبعادها المتعددة الإدارية والاقتصادية والأمنية، أن هذه الدولة التي تتحمل مسؤولية على السلم الأهلي وعلى الاستقرار الاجتماعي، هذه الدولة من الأكيد أنها ستنحاز في نهاية المطاف لمصلحة الشعب التونسي، ومثل ما انحازت في بداية الثورة لمطالب الشباب الذي خرج يطالب بالحرية والعدالة والتنمية، فإن دائما المؤمل أن هذه الدولة بمؤسساتها بحضورها بتأثيرها ستنحاز أيضا هذه المرة لمطالب الشعب التونسي، سواء فيما يتعلق باستئناف المسار الديمقراطي والمؤسسات الدستورية أو فيما يتعلق أيضا بمطالب التنمية وضرورة إيجاد التمويلات الضرورية لتمويل الاقتصاد الوطني ولإعادة تونس لتموقعها في فضائها الجيوسياسي التقليدي. نعم، لكن في نفس الوقت سيد الشعيبي، يعني عندما يتحدث راشد الغنوشي عن من ضد الانقلاب ومن مع الانقلاب، في الحقيقة إشارة إلى انقسام سياسي يمثل كذلك الشارع التونسي. هناك من التونسيين من لا يزال إلى حد الساعة يساند قرارات قيس سعيد ويراها شعبية وفي صالحه. ألا تخافون من تقسيم الشعب التونسي إلى معنا وضدنا بخصوص هذا الموقف من الرئيس قيس سعيد؟ هو في الحقيقة إذا كان المقصود بالانقسام السياسي هو انقسام النخبة، فأعتقد أن هذا هو الوضع الذي كانت عليه البلاد يوم 26 جويلية، أي يوم بعد الانقلاب. ولكن اليوم حقيقة ليس هناك انقسام سياسي، ليس هناك انقسام للنخبة التونسية، كل النخب التونسية وكل الفئات السياسية والقوى الفاعلة في البلاد تقريبا تطالب بضرورة إنهاء هذا المسار وإلغاء الإجراءات الاستثنائية والعودة للمسار الديمقراطي. وبالتالي الآن هناك ما يشبه الإجماع 60-70% تقريبا من النخبة التونسية، إذا لم أقل أن ذلك أنه أكثر من ذلك، حتى ربما يوصل 90% من النخبة التونسية تطالب بالعودة للديمقراطية، ولم يبقى مع الرئيس في مشروعه إلا عدد قليل من السياسيين الذين في الحقيقة لا يمثلون ثقل يذكر على مستوى الساحة السياسية في البلاد. عندما نرى هذه الجبهة التي تشكلت اليوم، جبهة الخلاص الوطني، ونرى الأحزاب السياسية التي عبرت عن موقفها والقوى الفاعلة التي عبرت عن موقفها بالانخراط في هذه الجبهة، وعندما نرى أيضا بقية الأحزاب السياسية التي عبرت عن موقف يتصاعد ويتجذر شيئا فشيئا ضد سلطة الانقلاب، فأننا كما قلت نتأكد اليوم أن هناك رأي عام واسع داخل النخبة السياسية التونسية يطالب باستئناف المسار الديمقراطي وبضرورة التوقف عن هذا العبث الذي نعيشه في هذه المرحلة.
نعم، هذا بخصوص النخبة السياسية، لكن ماذا بخصوص الرأي العام الشعبي في تونس؟ يعني هناك من لا يزال كما قلت لك في سؤالي الأول يرى أن قرارات الرئيس قيس سعيد يعني لصالحه وشعبية، وهناك من يسانده، بل وهناك من يرى بأن قيس سعيد هو من يقف أمام ربما من أفسد الحياة اليومية للتونسيين. ما قولك لهؤلاء من لا يزالون يرون في قيس سعيد الرجل الشجاع الذي وقف أمام هيمنة بعض الأطراف السياسية على المشهد السياسي التونسي كما يقول هو؟ عموما الرأي العام التونسي تعرض إلى هجمة كبيرة وقوية جدا، سخرت لها إمكانيات داخلية وإمكانيات خارجية كبيرة، هي التي حاولت أن تخلق منها حاضنة لهذا الانقلاب الذي حصل يوم 25 جويلية. ولكن شيئا فشيئا حتى الشارع التونسي والمواطن التونسي بدأ يكتشف زيف هذه الشعارات، وعندما نلاحظ من خلال سبر الآراء التراجع الكبير للثقة في مؤسسة رئاسة الجمهورية، وعندما نلاحظ ارتفاع منسوب التشاؤم لدى فئات واسعة من المجتمع التونسي خلال الأشهر الأخيرة، نفهم بسهولة أن هذا الانقلاب الذي حصل في البلاد هو عاري الآن من سند شعبي قوي يمكنه من الاستمرار، وبالتالي الحديث عن أن هناك سند شعبي لهذا الانقلاب هذا أصبح جزء من الماضي بعد ما شافت الناس في الواقع صعوبة الظروف الاجتماعية والنتائج وارتفاع الأسعار والتدهور الاقتصادي الحاد وندرك المواد الأساسية في السوق. يعني المواطن التونسي عندما تضرر بشكل مباشر في معاشه اليومي وقوته اليومي أيقن بأن هذا الانقلاب لا يمكن أن يحقق له آماله ولا يمكن أن يحقق له طموحاته، وأن الشعارات التي رفعها ليبرر بها خطواته اللا دستورية واللا ديمقراطية إنما كانت الهدف الوحيد منها هو بسط نفوذه والتسلط وجمع كل السلطات بيد واحدة والمصادرة أي مقاربة يشارك فيها كل التونسيين أو كل التونسيين من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي تعيشها البلاد. شكرا لك جزيلا السيد رياض الشعيبي المستشار لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، كنت معنا مباشرة من تونس. من جانبه اعتبر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين طبوبي أن جبهة الخلاص الوطني مصيرها الفشل. وقال طبوبي إن تركيبة الجبهة مكونة من أحزاب ما قبل 25 من يوليو الماضي، والتي تواجه نفورا كبيرا من الشعب التونسي منها على حد وصفه. وأضاف طبوبي أن الشعب التونسي في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب اليوم لن يقبل لا بالشعارات الجوفاء ولا بعودة المنظومة القديمة التي تحاول التسويق لنفسها بثوب جديد. وأشار طبوبي إلى أن الحوار الذي يطرحه الاتحاد العام التونسي للشغل لن يكون مع تركيبة تضم من يتسلق المواقع بحثا عن التموقع على مستوى رئاسة الحكومة أو رئاسة الجمهورية على حد قوله. وينضم إلينا عبر الإنترنت من تونس المحامي الهادي الحمدوني عضو تحالف الأحرار أو تحالف أحرار. أهلا بك سيد الحمدوني. إذن استمعت ربما إلى كلام سيد رضا الشعيبي عن حركة النهضة الذي يقول إن اليوم على الأقل النخبة السياسية لم تعد منقسمة أمام الرئيس قيس سعيد، بل على العكس أنها تتوحد ضد قراراته وضد القرارات التي يعتبرها انقلابا على الدستور التونسي. كيف ترى هذا الكلام؟ اولا اشك ان ضيفكم الكريم هو معناه تونسي ويعيش معنا في تونس، لانه النهضه حاولت ان تتناسى بانه الوضع الذي تحاول تصويره اليوم هو ما قامت به هي فعلا في مده 10 سنوات وسوء تسييرها وانكارها للدوله ومؤسساتها. عن اي مؤسسات يتحدثون التي تساندهم؟ مؤسسات الدوله جميعها هي مسانده للمسار، بل تدعو الى التسريع في الاجراءات والتسريع في المحاسبه ومقاومه الفساد. تناست النهضة في تكوينها لما يسمى بجبهة الخلاص بأن الله سبحانه وتعالى هو الوحيد الذي يحيي العظام وهي رميم، محاولة لإحياء جثث سياسية لا وزن لها لا على الميدان ولا وزن لها افتراضيا كما تحدث عنها الطبوبي وصدق في ذلك.
وصدق في ذلك بأنها غير معنية أولا بالحوار، ثانيا يجب محاسبتها أولا لأنه السبيل الوحيد لإسعاد الشعب التونسي هو محاسبة من أجرنا في حق التونسيين، من أوصلنا إلى هذه المرحلة. نحن نعم في مسار صحيح لكنه إلى حد الآن بطيء بخصوص المحاسبة. العيب ليس الآن في كيس سعيد بل في المؤسسات الموكولة لها المحاسبة وفتح الملفات التي مست الأمن القومي التونسي، الاغتيالات، الإرهاب، التسفير إلى بؤر التوتر، الفساد، السرقة ونهب مال التونسيين. هذا ما فعله هو ما فعلته النهضة، لا أقول ومن جاورها بل أقول النهضة وجوارها. نعم، لكن يعني أتحفظ طبعا على هذه العبارات سيد الحمدوني، لكن يعني إلى 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 حد الساعة لم تكن هناك أي ربما أي تأكيد على هذه التهم التي وجهت لحركة النهضة، وتهم خطيرة تم كذلك اعتقال بعض قياداتهم ولم يصل ذلك إلى أي متابعة قضائية، حتى أن هناك من تبع بموجب قانون الإرهاب في تونس. فإلى أي مدى يعني هناك ما تزال مصداقية لهذه التهم، سيما وأن التونسيين قضوا شهورا طويلة وهم يستمعون إلى هذا الكلام دون أن يروا نتائج أو على الأقل أدلة واضحة أمامهم حتى يصدقوا هذا الكلام؟ هذا أولا دليل على أن قيس سعيد ترك القضاء مستقلا ينظر في الملفات، وأنا أتحدث الآن كرجل قانون حسب الإجراءات المعمول بها، البحث عن الأدلة سواء أدلة البراءة أو أدلة الإدانة، البحث في الملفات بكل روية وبكل رصانة حتى يأخذ كل شخص حقه في الدفاع عن نفسه، وكذلك محاولة منا إلى إعطائهم بعض على الأقل الحقوق والضمانات التي تكفل محاكمتهم محاكمة عادلة. وفي النهاية فإنه من أجرم سيحاسب والملفات موجودة وينظر فيها بروية وينظر فيها بتأني، لأنه الشعب التونسي لا يريد أن يظلم أحدا، حتى هم لم يظلموا إلى حد الآن ويسوقون بأنهم مظلومون. هم في عقيدتهم وفي معتقداتهم لديهم ما يسمى بالمظلومية، عاشوا بها وكذبوا بها على الشعب التونسي وربحوا بها الانتخابات. هم حاليا نكرة أمام الشعب التونسي والجميع ينتظر لدينا نزول إلى الشارع يوم 8 مايو إن شاء الله للمطالبة بالمحاسبة الفعلية بتحريك الملفات والنظر فيها بتمعن. اللي بيناتنا وبينهم بيناتنا دم، هم يفرحون لحزن التونسيين ويحزنون إذا فرح التونسيون. شكرا. بيناتنا اغتيالات، بيناتنا جنود، بيناتنا مواطنين عزل، بيناتنا عمليات إرهابية قتل فيها حتى أجانب، دمرت السياحة التونسية. شكرا. ودمرت الأمن القومي التونسي. شكرا جزيلا لك السيد الهادي الحمدوني عضو تحالف الأحرار، كنت معنا مباشرة من تونس. اعتبرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أن صدور المرسوم المتعلق بتنقيح هيئة الانتخابات غير دستوري وينسف استقلالية الهيئة. وقالت الهيئة إن أعضاءها سيخضعون كرها لهذا التنقيح إلى حين استرجاع تونس مسارها الديمقراطي، مؤكدة على حقها في التظلم أمام القضاء دفاعا عن استقلالية الهيئة وإعلاء الديمقراطية. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر مرسوما لتعديل القانون الأساسي وتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يشمل تعيين أعضائها السبعة من قبل رئيس البلاد. وينضم إلينا عبر الهاتف من تونس عضو الهيئة العليا للانتخابات عادل البرنسي. أهلا بك سيد عادل البرنسي. إذن يعني بخصوص هذه القرارات الأخيرة التي طبعا احتجت عليها الهيئة العليا للانتخابات، لكن مع إصرار الرئيس قيس سعيد ستكونون مجبرين على تقبل هذا القرار ويحق له فعلا أن يفرض ذلك عليكم. هل هذا هو ما سينتظره التونسيون من جهتكم، أم أن ستكون هناك ربما محاولات لدفع هذه القرارات وعلى الأقل مقاومتها؟
بطبيعة الحال نحن الآن في وضع يعني المعزولين بالقوة يعني باللي دستور، هذا خارج دستور. الرئيس قيس سعيد تحدث عديد مرات قال أنه قراراته ما زال في صلب الدستور، لكن اليوم خرج عن الدستور نهائيا، لم يعد هناك دستور وهناك قوانين ومراسيم يصدرها الرئيس فقط، وبالتالي الهيئة لن تكون آخر ضحاياه. لكن اليوم الهيئة هي كانت هو الصمام الأمان للانتقال الديمقراطي، وهي التي أشرفت على الانتخابات، صعد فيها قيس سعيد إلى رئيس الجمهورية. بالتالي اليوم نحن في وضع لا نعرف إلى أين، مثل سائر شخصيات في البلاد، شخصيات سياسية والمستقلة خاصة التي تنظر إلى الوضع باستغراب من الداخل. اليوم أصبحنا في وضع لا يمكن يعني أن تكون نتحدث عن انتخابات نزيهة وشفافة، بعد أن يصبح تعيين الأعضاء المشرفين على الانتخابات أعضاء يعينهم الرئيس وله صلاحيات إعفائهم في أي وقت، وهو الذي يعينهم وهو الذي يشرف عليهم ويعين الرئيس، يكون تحت أمرته. الرئيس هو الذي يمضي على كل شيء وهو الفاتق الناطق، حتى نظام المجلسي قضى عليه بالمرسوم الجديد، لم يعد هناك نظام مجلسي بل نظام سوري. الرئيس هو رئيس الهيئة والمتحكم في كل شيء، في كل أعمال الهيئة. المحكمون لا تطالهم أي صفة، حتى في الحروب الذين يشرفون انتخاباتهم المحكمين، تبقى الهيئة مستقلة دستورية عليا. اليوم الهيئة هي في وضع انحلال بأتم معنى الكلمة. الناس تتحدث أنه يمكن هناك تراجع، أنا أقول لن يتراجع، وبالتالي الهيئة أصبحت في عداد اليوم نحن أصدرنا بيان، أصدر رئيس الهيئة بيان، سنتظلم مثل ما تظلمنا. نحن نأمل أن تكون هناك ردة فعل، أن يكون الناس ذوي العقول الذين يريدون الخير لهذه البلد أن يتحدثوا، يبتعدوا عن الكره الإيديولوجي الذي سيطر على البلاد لمدة 10 سنوات والذي أضر بالحياة الاجتماعية والاقتصادية. هذا الكره الذي اليوم يستغله الرئيس قيس سعيد لتمرير كل القرارات التي تدمر مؤسسة الدولة. نعم سيد يعني البرنسي، أريد فقط أن أفهم هذه التصريحات، تصريحاتكم بخصوص هذه القرارات. تقولون في نفس الوقت أنكم ستخضعون كرها لهذا التنقيح، ما تسمونه تنقيحا، وفي نفس الوقت تستعدون إلى الوقوف أمام القضاء. فبالتالي هل من المنتظر أن تخضعون وتطبقوا قرارات الرئيس قيس سعيد، لكن في نفس الوقت تستعدون لمواجهته قضائيا والطعن في هذه القرارات ثم التراجع عنها كما تقولون حماية للمسار الديمقراطي التونسي؟ هل هذا ما سيحصل؟ أي هذا ما قلناه عزيزي. ماذا يمكننا أن نفعل أمام سلطة تنفيذية مالكة بجميع السلطات؟ ماذا يمكننا أن نفعل؟ أنت ترى مجلس النواب تم حلها، مجلس القضاء تم حله بالقوة، ما الذي سنفعله أمام القوة؟ لا يمكن القوة، لا يمكن أن نتحدث نتمسك بالقانون، هذا هو الوحيد، هذا هو سبيلنا وديداننا، أن نتمسك بالقانون لعله ينصفنا، لعله تعود في يوم ما شرعية، لعل هناك رأي تنهض الهمم بالقضاء، على الأقل القضاء يكون نزيه في هذا المجال، لأن كل الفصول تؤيدنا. نحن اليوم نحن هيئة دستورية بأي حجة تم حل الهيئة؟ لا ندري أي حجة، لأننا أشرفنا على الانتخابات صعدة فيها كانت نزيهة باعتراف الجميع وصعدة فيها الرئيس قيس سعيد، أم لماذا؟ التفسير الوحيد أن الرئيس يريد السيطرة على هيئة كانت مستقلة لتصبح هيئة الرئيس الجمهوري. شكرا لك جزيلا السيد عادل البرنسي، عضو الهيئة العليا للانتخابات، كنت معنا مباشرة من تونس.